سنبل تحت الماء. هناك مظلات. هيا بنا سنبل. انتظر انتظر زيدون. واحد اثنان ثلاثة اربعة. لا تنسى عملية الإحماء. واحد اثنان. نعم الإحماء. واحد اثنان. انتظرني يا زيدون. أنت تبللني. من أنت؟ أنا سهيل. أنا سنبل وزيدون. أنا زيدون. سهيل هل تعيش في البحر؟ لا، فتلك الاستراحة هناك لنا، إنها لأبي. إذن أنت من أبناء الشاطئ. نعم. أنت بعدود يمكنك أن تلعب في البحر. هيا سأريكما شيئا ممتعا. انتظر. أنت بالسنبول. سنبول. أنزلوني أنزلوني. لقد خفت. لا تخف، مياه البحر تخرج من حفرة. سهيل تشبه النافورة. انتبه يا سنبل، قد تثور ثانية. يعيشون هنا. من تقصد يا سهيل؟ لا تقلق، امشي وسترى. أعتقد أن مظلة سنبل ستبتل. إنها مغامرة زيدون. انظروا شيء رائع، مظلة سنبل تعمل أشياء كثيرة ومثيرة. سهيل أين نحن الآن؟ الآن نحن في قاع البحر سنبل. أستطيع الخروج من الفقاعات؟ طبعا لا تتمزق. لكن هذا سر مهم، لا تخبر أحدا بالأمر. إذا لماذا لا نستكشف أماكن جديدة؟ لا بأس، إذا هيا بنا إلى وادي السمك. هيا. وادي السمك؟ هيا هيا بنا. هذه الأسماك لطيفة لا تؤذي. تشبه النجمة. نجمة البحر. حذرت، وهي بالتأكيد حية. إذا كانت حية فيجب أن نعيدها إلى البحر. أعتقد ذلك. ودعنا أيتها النجمة. ما هذا؟ لقد وصلنا غابة أعشاب البحر. تعرف أشياء كثيرة. لني ألعب في هذه المنطقة منذ صغري، إنها حديقتي. ساعدني يا سنبل أرجوك. حاضر، دوري دوري يا مثل.
بالفشل. انتباه زيدون وسنبل، إن والديكما ينتظران، أرجو أن تحضرا إلى الاستراحة حالا. أرجو أن تحضرا إلى الاستراحة حالا يا زيدون ويا سنبل، والدكما ينتظران. لا تقلقي يا عزيزتي، نسنبل معه. صحيح، وماذا بعد؟ يجب أن نعود يا زيدون، لأن مظلتي أخذت تفقد طاقتها. نعم، هذا البالون سينفجر وهذه مشكلة كبيرة. سنبل، هيا نصعد بسرعة. تأخرنا على أمي وأبي، أين سنجدهما الآن؟ حسناً، سأطلب من والدي أن ينادي بالسماعة. افعل أرجوك. مرحباً. أهلاً يا بني، ادخلا. مرحباً. يبحثان عن والديهما زيدون وسنبل. أبي أمي، لقد قلقنا عليكما، ماذا كنتما تفعلان ولم تأكلا بعد؟ نعم، آسف لأني أزعجتك. لا أبداً، حسناً. الحمد لله. أنا آسف. أنتم جائعون؟ خذوا تذوقوا طعامي بالهناء والشفاء. ياي، لذيذ. تفضلا، هذه هدية للذكرى. صدفة. اسمع، ضع هذه على أذنك هكذا واسمع صوت البحر. سأسمع. شكرا زهيل. إلى اللقاء. وداعا. تعالوا ثانية. والآن هيا سننطلق. نعم، مع السلامة. إلى اللقاء. لقد أحببت سهيل. نعم. هل تأخذاني للاستكشاف في البحر عندما أحضركما؟ لا، هذا سرنا، لا نأخذ معنا أحدا. هذا صحيح. فهمت، هذا غير ممكن. هل هو سر بينكما؟ نعم. لقد ناما منذ الآن، إنهما متعبان. يحلمان برحلة استكشاف بحرية.